بما انكم شعار انتم خلف فلاح انا ان شاء الله قررت اصير شاعر. اسمع اذا تزوجت ها مش البس عاد يوم العرس بخليك تنقص بس مو تدونها كذا بس بعطيها بعد مشدين ابشر عادي تباعد ودتو بيننا تباعد ودتو بيننا طماع الرجال شارت لا بك روحك منهم كل واحد منكم قصيده شارت بزنس دي قصيده 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 اسمع طيب اسمع دقيقه يا محمد مشدين مشدين النسخه مشدين النسخه على حسب مزاجك والله مشدين موجود لازم بعلم قول الله المنشد موجود مجاني قول لا اله الا الله مجاني قول لا اله اعطيك فلوس بس خليني اشيل قول لا اله الا الله اول شاعر باخذ منه من وليد فلاح خلط حلوين من القصيده ومن القصيده ومن القصيده منشد يجيب قصيده يمدح هبي والله ما قصدت فيه قصيد قصيد وصق الا سهل تعالوا اكتب له سؤال 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 لحظه لحظه انا قلت قصيد انت ذكرت من ذكرت ثلاثة ثلاثة بس ايش طمرك تعرف تعرف ما لا تطمر تعرفهم انهم ما معي ما يقام لك انت معي ما قد عنده فلوس ها نعم ايش عنده من فلوسه يبا يبا عنده الفلس بس اكتك ب 10000 10000 اودي 10000 بس اكتك ب 20 انا وتسكت عني وانقلع وزيدها 30 وخليك عشان تاخذ وتكتب قصيده يلا معي واسمع بخليكم تجرونها بس انا بعد جرونا قلت لك انه ما براح قصيد يا عويسي دقيقه يا عويسي تكفي يا عويسي دقيقه دقيقه خلي يستانس يا عويسي على دقيقه تواجه لك انا ارتاح عن شكلك انت انا قال خشب اسمع وبجيب مشدين خليهم يجرونها ابشر مشدين لا مشدين معروفين وقول معي القصيده لو سمحتوا ما بي مبروك ما بي مبروك سالفه مبروك وهذا اوكي مره بس بيت واحد تذكروا انه مبروك وكذا باقي مدح تمام بشير والله ابي مدح ابي النيران المنعوره دقيقه سد بوزك ابي يلا هذا بيت هذا بيت بكم لا تكتب لا تكتب لا تكتب لا لا خلاص لا تهور بس ما في فلوس ما في فلوس ابي ان انا خضت معارك فهمت لعبتي ان انا ذبحت وصلحت و و و و و بعدين تدري ليه سهل علينا لاني شفتك راكب الخيل هاي واحد البنايين هذا الذكر هذا ننه جسمه زقم كلمه اسمع اسمع هذا ننه يا عايض المنعور يا طير حوران الله اعطيت مطلع انا اشهد انك في الردى ما الظاهر كم ايش الردى وش اخذ عقابي ولا لا ما الظاهر ليه يعني ما انت حول الردى ما انت ما على المعنى في بطن الشارع في شيء في شيء لا لا انا كبر على ابنائي يلعن قسامي دين يلعن قسامي انا قلت دوتو وعييت تقول ابا من كل واحد انا بكيف بس لا بس بي سؤال كل واحد اساله انا احس فيها لا عاد انا اتوقع المغزى ما سبيت يا اخوي شكلك بتجفل الشعر واحد مات نظر بطنه عشان انا الحين اضرب خليك بدرون يعني من بدايه الامر اني عصب لا حد لا اعتزم يا ابو محمد وبعطيك كل واحد جي كلاس ايش والله العظيم قسما بجلال الله لا اعطي واحد كل واحد منكم جي كلاس والله والله ما له العاب ما له العاب لا 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 خليك بكلامي نذر والنذر ما له كفاره لا اعطي كل واحد جي كلاس ولا سياره صح صحيح صحيح سياره مو بلعبه يسوقها يوم واحد لا لا قسما بالله مو بيوم واحد انها يومين يسوقها يوم اجل اجل اول شيء خوتك هي المكسب ومعرفتك هي المكسب ولا الحديد ما يربط بيننا يا ابو محمد يا رجل دقيقه دقيقه تراني مروق قل القصيد لا ما يصير قصيد بيت محاور اسمع اسمع انا طالب لا 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 ابيك تعيد بيتك لا لا والله ما تعيد انا اعرف هذا عندي طالب والله العظيم زي انت لا يبيك والله قسما بالله والله العظيم لا يغد فيها اللغم بيعه يا عايض المنعور يا طير حرا انا اشهد انك في الردى ما الظاهر ما الظاهر سلا حسبي الله ونعم الوكيل كان فيها دم حسبي الله ونعم الوكيل ما تصير مشون كان دم عز الله هني في المدايح غلطان جاتك وهذه يا اخوي محتوى نعم شوف 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 خال وخال حلو يبقى انهم قاعد حاطين خال وخال حلو بس والله هذه مقبوله دري اثنين دري اثنين ما يشبون الضوء الطافيه المعنى بس دري اثنين شو دوره ما يشبون الضوء الطافيه لا صنع لا على الطاري يمدح لي رسم هذا واحد خاطب الامبراطور اجتمع تحت البث طيب اسمع هذا واحد من اخوياي استاهل عذرت عذرت عثرك الله استاهل هذا واحد من اخوياي استاهل استاهل ولد ها ولد الدوره
المهم عاش بمنصور ولد.